بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية مع درس جديد بعنوان التواصل حدا بحد، الصفحات 14 15 16 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الأول ابتدائي. التواصل حدا بحد، correspondance terme à terme. الأهداف التعلمية: أقارن بين مجموعتين أو أكثر، وأستخدم العلاقة المناسبة بين عناصر مجموعتين، أقل من، أكثر من، بقدر. لنفهم ونطبق، نلاحظ ثم نلون البطاقة المناسبة. الطيور أكثر من الأعشاش. إذن الطيور أكثر من الأعشاش، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ إذن كم من طائر؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن أربعة طيور. وكم من عش؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة أعشاش. إذن الطيور أكثر من الأعشاش. نعم، الطيور أكثر من الأعشاش، إذن هذه المعلومة صحيحة، سوف نلونها. الطيور بقدر الأعشاش. بقدر يعني عدد الطيور يساوي عدد الأعشاش. هذا خطأ، لأن لدينا ثلاثة أعشاش وأربعة طيور. الطيور أقل من الأعشاش، هذا خطأ، لأن الطيور أكثر من الأعشاش. إذن سوف نلون هذه الخانة، الخانة الأولى. ألاحظ ثم ألون البطاقة المناسبة. الأرانب بقدر الجزر. بقدر يعني الأرانب تساوي عدد الجزرات. إذن واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة أرانب. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة جزرات. إذن عدد الجزرات ستة، عدد الأرانب خمسة. الأرانب بقدر الجزر، خطأ، الأرانب أقل من الجزر. نعم هذا صحيح، لأن عدد الأرانب خمسة وعدد الجزرات ستة، يعني عدد الأرانب أقل من الجزر. نعم، إذن هذه البطاقة سوف نلونها. الأرانب أكثر من الجزر، هذا خطأ، لأن الأرانب أقل من الجزر. إذن الأرانب أقل من الجزر، هذه هي البطاقة الصحيحة أو المناسبة. قالت عائشة: سيبقى طفل بدون دراجة، هل هذا صحيح؟ سوف نعد الدراجات، واحد، اثنان، ثلاثة، نعد الأطفال، واحد، اثنان، ثلاثة. إذن نفس عدد الأطفال هو عدد الدراجات. إذن ماذا قالت عائشة؟ قالت سيبقى طفل. لا، لأن الدراجات أكثر من الأطفال، هذا خطأ. لا، لأن الدراجات بقدر الأطفال. نعم هذا هو الجواب الصحيح. نعم، لأن الدراجات أقل من الأطفال، هذا خطأ. إذن هذا هو الجواب الصحيح. ألاحظ ثم ألون البطاقة المناسبة. لاعبو الفريق الأصفر. لاعبو الفريق الأصفر، اللاعبون الذين يرتدون أقمصة صفراء. بقدر لاعبي الفريق الأخضر. الفريق الأخضر، سوف نعد يعني لاعبي الفريق الأخضر ولاعبي الفريق الأصفر. إذن واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذن بالنسبة للاعبين، لاعبي الفريق الأصفر سبعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسعة لاعبي الفريق الأخضر. إذن لاعبو الفريق الأصفر بقدر لاعبي الفريق الأخضر، خطأ، أقل من لاعبي الفريق الأخضر. نعم هذا صحيح، أكثر من لاعبي الفريق الأخضر، خطأ. إذن هذا هو الجواب الصحيح.
أثبت تعلماتي، المثلثات أكثر من المربعات، يعني هنا أربعة مثلثات وهنا ثلاثة مربعات، يعني عدد المثلثات أكبر من عدد المربعات. المربعات بقدر الأقراص، بقدر بمعنى يساوي نفس العدد، إذا نفس عدد المربعات هو نفس عدد الأقراص، ثلاثة ثلاثة، يعني العدد متساوي. الأقراص أقل من المثلثات، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نعم يعني أقل من، يعني أصغر من عدد الأقراص، أصغر من عدد المثلثات، يعني أقل، أقل بمعنى أصغر، أكثر بمعنى أكبر، وبقدر بمعنى يساوي. معجمي، أكثر من، بليك، أقل من، موانك، بقدر، أوتون دو كو دو. أكمل الرسمة لتصبح لكل طفل كرة، إذا ما كم هو عدد الأطفال؟ عدد الأطفال ثلاثة، وهناك كرة واحدة، سوف نضيف كرتان. أكمل الرسمين ليصبح لكل طفل صحن، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أطفال، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة صحون، إذا سوف نضيف صحن خامس. واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة، ينقص صحن رابع. الأطفال بقدر الكتب، أتأكد ثم أحيط الجواب الصحيح، إذن ثلاثة أطفال ثلاثة كتب، طفلين وهناك ثلاثة كتب يعني كتاب زائد، هنا ثلاثة أطفال كتابين ينقص كتاب، إذن هذا الكتاب لهذه الطفلة، إذن الأطفال بقدر الكتب، نعم هذا صحيح. الذكور في الساحة أكثر من الإناث، أحيط الجواب المناسب، إذا نحسب عدد يعني الإناث، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، بالنسبة للذكور عددهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا الذكور في الساحة أكثر من الإناث، نعم هذا صحيح، لأن عدد الذكور أكبر من عدد الإناث. ألاحظ ثم ألون البطاقات الصحيحة. الكرات بقدر المضارب، إذا سوف نحسب عدد الكرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا لدينا ست كرات. المضارب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة، إذن الكرات بقدر المضارب، خطأ لأن لدينا ست كرات ولدينا خمسة مضارب. المضارب أقل من الكرات، نعم هذا صحيح، لأن خمسة أقل من ستة، يعني خمسة أصغر من ستة، نعم هذا صحيح، سوف نلون هذه البطاقة. الأطفال بقدر الكرات، سوف نعد الأطفال، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن ستة أطفال ولدينا ست كرات، يعني ستة ستة، نعم هذا صحيح، يعني نفس عدد الأطفال هو نفس عدد الكرات. الأطفال أكثر من المضارب، إذا الأطفال يعني عددهم ستة أكبر من المضارب الذي عددهم خمسة، نعم هذا صحيح. أرسم مثلثات بقدر المربعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة،
يجب أن يكون عدد المثلثات 5، إذن هناك 2 ينقصون 3. أقراصا أكثر من المثلثات. مربعات أقل من الأقراص. السيارات وراء الدراجة أكثر من السيارات أمامها، إذن السيارات وراء الدراجة أكثر من السيارات أمامها. لا، أتأكد وأحيط الجواب الصحيح، إذن لا. هل يوجد من الكراسي بقدر ما يوجد من الأطفال الواقفين؟ أحيط الجواب الصحيح، إذن عدد الكراسي 1 2 3 4، عدد الأطفال الواقفين 1 2 3 4، إذن نفس عدد الكراسي هو عدد الأطفال. إذن هل يوجد من الكراسي بقدر ما يوجد من الأطفال الواقفين؟ نعم. ألاحظ ثم أضع علامة في خانة الجواب الصحيح. كلل علي أكثر من كلل عائشة، نعم هذا صحيح. كلل علي بقدر كلل عائشة، خطأ. كلل علي أقل من كلل عائشة، خطأ. إذن هذا هو الجواب الصحيح، كلل علي أكثر من كلل عائشة. هل تتوفر لكل طفل قفازات؟ أضع علامة في خانة الجواب الصحيح. إذا نحسب عدد الأطفال 1 2 3 4، عدد القفازات 1 2 3 4 5، يعني عدد القفازات 5، عدد الأطفال 4. إذا قلك هل تتوفر لكل طفل قفازات؟ نعم. لا، عدد القفازات أقل من عدد الأطفال، خطأ. نعم، عدد القفازات بقدر عدد الأطفال، خطأ. نعم، عدد القفازات أكثر من عدد الأطفال، هذا هو الجواب الصحيح، لأن عدد القفازات أكثر من عدد الأطفال. ألاحظ أصابع اليد ثم أرسم كللا. إذن عدد الأصابع، إذن 1 2 3 4، أكثر من الأصابع، إذا أكثر من الأصابع سوف مثلا أرسم 5 أو أكثر. بقدر الأصابع، بقدر الأصابع 4، أقل من الأصابع 2 أو 3. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.